اليوم اثنين وما كاينش بحال بدايه الاسبوع باش نديرو شي فيديو على الموتيفاسيون البروداكتيفيتي وكيفاش تكون موتيفي دير اي حاجه باغي ديرها. صراحه ما كاينش فينا اللي ما داش من ديك المرحله ديال كتكون جالس وما عندكش الموتيفاسيون دير اي حاجه، لا تنوض تقرا، لا تنوض تخدم، لا دير داكشي اللي كيعجبك، اولا شي نهار كاع كتنوض من النعاس، دير شي نهار الحد اولا السبت اللي كيكون عندك فيه النهار كله خاوي بزاف ديال الوقت ولكن كتقول ما فيا اللي يدير شي حاجه وكتبقى غير شاد التليفون وناعس النهار كله. صراحه انا براسي كنطيح في الشعور هذا وخاصه في هذه الوقيته الاخره، ولكن بديت كندير شي حوايج اللي غادي نوريهم لك دابا واللي عاونوني نبقى موتيفي ونوض ندير كاع داكشي اللي خاصني نديره وبلا حتى ما نشوف الساعه. وغادي نوريك ايضا علاش كتحس بداك الشعور ديال ما فيك اللي يدير شي حاجه، واش انت اللي فيك المشكل، واش المحيط ديالك هو اللي فيه المشكل، وشنا هو الفرق ما بينك انت وما بين هذاك اللي كينوض موتيفي وكينوض في البلاصه يدير شغله. هادشي كله غادي نعرفوه اليوم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو بغيتك تعرف انه 70% ديال الاسباب الموتيفاسيون هي اسباب نفسية. يعني داكشي غير في عقلك نتايا وصافي غير بينك وبين راسك، بينما 30% كتبقى للمحيط ديالك والجسد ديالك واش قادر ولا لا. فالفيديو ديال اليوم غادي يكون متميز بزاف بالنسبه ليا وحتى بالنسبه ليك نتايا. وعلاش قلت بالنسبه ليا؟ حيت غادي نشارك فيه بزاف ديال التجارب الشخصيه والقصص ديالي انا، وايضا غادي نوريك شي حيل نفسيه اللي تقدر ديرهم حتى انت باش تقدر تحيد عليك العجز وتنوض دير كاع داكشي اللي محتاج ديرو. فإلا كنتو واجدين يلاه ندخلوا ديريك في الفيديو ديالنا. كيف ما قلنا باللي 70% ديال الموتيفاسيون جايه من عقلك نتايا، فعلاش عقلك ما معاونكش؟ علاش ما يساعدكش انك تنوض وتقضي شغلك؟ واش زعما حيت هو ضدك ولا كيفاش؟ العقل ديالنا مصمم بواحد الطريقه انه يحفظ الطاقه ديالو، واي حاجه ماشي ضروريه في انه يعيش ولا يسرفايف في هذه الحياه فما عنده ما يدير بها. وبحال هاد الحوايج اللي محتاج العقل ديالنا بحال الماكله، النعاس، الطواليط ولا اي حاجه اخرى حنا محتاجينها باش نعيشوا، فما عمرك غادي تلقى راسك عكزان انك دير هاد الحوايج هادو حيت غادي تموت هكاك. فاش انت كتبغي تنوض ودير شي حاجه جديده اللي ما عندها حتى شي علاقه في داكشي اللي خاص الدماغ باش يعيش، دماغك كيقول ان هادشي ماشي ضروري، سو ارا نهبط ليه المورال ونخرج اي حاجه سلبيه في داكشي باش تقلل الاحتماليه انه يمشي وينوض ويدير فعلا داكشي. وهاد المشكله تقدر تقضي عليها بقوه الاراده ديالك، ولكن من غير هادشي هذا كاين واحد السبب اخر اللي باغي نوصل ليه، واللي هو ان داكشي اللي باغي دير اولا المهمه اللي باغي ديرها هي واحد الحاجه اللي كبيره وشي بروسيس اللي طويله. نعطيكم مثال بحال فيديو في يوتيوب. فيديو في يوتيوب هو واحد حاجه اللي كبيره اللي خاصو كتابه وتسجيل تصوير مونتاج وابلود، واحد البروسيس اللي طويله. وفاش عقلك كيشوف هادشي كله كيقول لك يا حبس عليا انا فين غادي البطل، حيت هادي مهمه وحده كبيره. واحد الساحر سميتو ديفيد بلين دار واحد التجربه عام 2000 اللي قدر انه يجمد راسو ويبقى في واحد المكعب ديال الثلج لمده ديال 60 ساعه. فكيفاش هاد خونا هذا قدر انه يبقى لهذا الوقت كله بلا ما عقلو يقول له صافي حبس بركه؟ بحالك انت فاش كتبغي تقرا 4 ديال السوايع ومن بعد ساعه واحده فقط صافي كتبدا تجيك الموت وكتقدر تقرا حتى حرف زايد. ديفيد استعمل واحد التكنيك اللي سميتو تشانكين. تشانكين هي فاش كتاخذ ديك المهمه الكبيره ديالك اللي باغي دير وكتقسمها لبزاف ديال المهمات صغارين. في المثال ديال ديفيد في بلاص انه مركز على المجموع ديال الساعات اللي خاصو يبقى فيها في الثلج كان مركز على ساعه واحده فقط، وفاش كدوز الساعه كيبدا يقول صافي خصني نزيد غير ساعه اخرى وصافي، وكان كيكرر هذه العمليه حتى قدر يوصل لديك 60 ساعه. وبالنسبه للفيديو ديال يوتيوب شحال هادي انا براسي كنت كنعجز بزاف انني نوض ندير فيديو حيتاش فيه الخدمه بزاف ومهمه اللي طويله وكبيره، حيتاش كنت كنحاول ندير كل شيء في جلسه واحده، يعني نكتب ونسجل ونمونطي هادشي كله في جلسه واحده ما كنوضش. ولكن منين بديت كنقسمو لبزاف ديال المراحل، مثلا غادي نكتب اليوم، غدا في الصباح غادي نسجل، وفي العشيه غادي نمونطي ونزيد شي حوايج اللي نسيت ما زدتهمش باش في الليل غادي نلوحو. فهنا بدا كيجيني انني ندير فيديو شي حاجه اللي سهله وماشي شي مهمه اللي كبيره اللي نقدر نعكز عليها، حيت داكشي عندي مقسم بزاف. مثلا هاد النهار هذا راه غير غادي مونطي فيه وصافي، حيت عندي كلشي واجد من النهارات الاخرين فكيجيني ساهل انني ندير فيديو في نفس الوقت ما نعقش. وطبعا كيف ما قلت تقدر تخدم هاد التكنيك هذا حتى في قرايتك نتايا ودير بحال اللي دار ديفيد، كل ساعه داز تقول غادي نزيد غير ساعه وصافي، اولا مثلا الا خاصك تقرا 5 ديال الصفحات بدا تركز غير على انك تقرا صفحه واحده وصافي، ومن بعد زيد صفحه اخرى وبدا كتقول بالعقل ديالك هكا حتى غادي تلقى راسك قريتي دوك السوايع كاملين اللي باغي تقراهم. ثاني حاجه اللي خاصك تدخلها لعقلك واللي هي راه ما يمكنش ليك تكون موتيفي لشي حاجه وانت ما واثقش فيها. حالاش مثلا يمكن لك تكون موتيفي انك تنوض تريني كره وتولي واحد اللاعب محترف وانت اصلا ما واثقش باللي راك غادي تولي داك اللاعب. ما يمكنش تكون عندك الموتيفاسيون باش دير واحد النظام غذائي وتدخل لاصال باش تضعف وانت ما واثقش انه داك الشيء راه خدام وانك شي نهار تقدر تضعف ولا تولي ناضي. نعطيك واحد القصه ديالي انا واللي تحققت غير اليوم سبحان الله وقررت ندخلها في الفيديو في اخر لحظه. انا كنلعب باسكيت ومن الاحلام ديالي كان هو ندانكي. اللي ما كيعرفش شنو هو الدانكي
تانك هو هادشي اللي كتشوف الفيديو دابا، يعني انك تنقز لواحد المستوى فين تقدر توصل للريم وتخشي الكره بيديك بصح غير ما يضربهولاش بكوبي رايت. انا صراحه ما كنتش كنوصل لديك الدائره في خطره، ولكن كنت واثق انه شي نهار غادي ندانكي. كنت دخلت لاصال كنخدم على التنقاز ديالي وكنت واخد للرجلين جوج حصص في السيمانه، الناس اللي كيترينيوهم حصه واحده في الشهر، وبقيت خدام على هذا البروغرام لمده طويله وكنشوف فيديوهات وكنجرب دي تكنيك جداد. ولكن قبل ما نكمل، علاش هادشي كامل؟ منين جاتني الموتيفاسيون نضيع بحال هذا الوقت هذا وهذا الجهد كله في شي حاجه بحال هذه؟ حيتاش كنت واثق انه غادي يجي شي نهار غادي نقدر نديرها حتى انا، وايضا حيتاش كتبان كول صراحه داكشي ناضي. وعرفتي شنو طرا من بعد هادشي كله؟ غير اليوم في لونطريمون قدرت ندانكي اول كره ليا. ولكن تصور معايا كون كنت كندخل التيران وكنشوف ديك الحلقه الفوق وكنقول لا انا ما عمري نقدر نوصل لهادي شي نهار، اولا كنشوف فيديوهات ديال الناس كيطيروا وكنقول لا ما عمري نقدر نكون بحالو ولا نوصل لداكشي اللي واصل ليه، فكون راه مازال كيف ما انا وما عمري قدرت ندانك. فنتمنى تكون هاد القصه الصغيره ديالي وراتك شنو بغيت نقصد هاد النقطه هادي. ثالث حاجه اللي غادي تعاونك تكون موتيفي واللي هي الافيرميشن، اولا تعرف شنو كتقول لراسك. نعطيكم واحد المثال بشي واحد اللي كيكمل كارو وباغي يقطعو مثلا، ومن بعد واحد المجهودات كبيره دوز واحد الشهر بلا ما يكمل فيه حتى شي كارو. وطبعا هذه واحد الخدمه اللي واعره وخاص تكون عندك اراده قويه وخاص تكون فخور براسك. ولكن واحد النهار شاف واحد خونا كيكمل حداه وفريمون حس بواحد الاحساس اللي خاص يمشي يشري كارو ويكمل، حيتاش توحش داك الشعور اللي كان كيحس به، ولكن في البلاصه وعاب شنو كيدير وقال لا ما خاصنيش نكمل راني قاطع الكارو دابا. وهذا غلط، وهذا الغلط هذا اللي درتيه غيجيك صعيب تكمل في هاد العمليه اللي داير ديال انك تقطع الكارو. دابا غتقول لي علاش الغلط؟ ياك حبس راسو سو فين هي فين هو الغلط اللي كتقصد؟ الخطا كاين في شنو قال لراسو اللي هو انا راني قاطع الكارو دابا. فالمايند سيت ديالو هو باقي ما قطعوش، هو مازال واحد الشخص اللي كيحاول يقطع، وهادشي اللي غادي يخليه صعيب يقطعو في الاخر ويقدر كاع يرجع ليه. ولكن شنو خاص يقول في المقابل؟ فاش يشوف شي واحد كيكمي غادي يقول لراسو لا ما غنكميش حيتاش انا ماشي مبلي اصلا. غير هاد الافيرميشن لعقلك كافيه انها تعطيك الموتيفاسيون اكثر انك تكمل في العمليه ديال القطع اللي بديتيها. حيتاش باش تقطع الكارو راه هي واحد البروسيس اللي جسديه وايضا عقليه، خاص تثق براسك باللي انت اصلا ماشي مبلي وراك ماشي كمال. وحاجه اخرى بغيت نزيدها واللي هي بلاص ما تقول خاصني ندير هادشي ولا ميمكنليش ندير هادشي، بدا تقول انا باغي ندير هادشي. ففاش تنوض تقرا ماشي خاصني نقرا باش نفاليدي ولا مثلا ميمكنليش نوصل لهادشي، وانما قول انا باغي نوض نقرا اولا انا باغي نوض نخدم. خاصك ضروري ترد بال شنو كتقول كل نهار، وبزاف ديال الناس كيحقروا هادشي هذا، ولكن راه ما تصورش شحال هادشي مهم باش تولي عندك واحد العقليه قويه. باش نلخصوا هاد الفيديو هذا ذكرنا ثلاثه ديال الطرق باش تكون عندك الموتيفاسيون دير داكشي اللي بغيتي، واللي هما الطريقه الاولى تشانكين اللي كتقسم فيها المده ديالك الكبيره المهمه الصغار، والطريقه الثانيه واللي هي انك تكون واثق في داكشي اللي باغي دير واللي باغي توصل ليه، اما الثالثه واللي هي الافيرميشنز اللي كتقول لراسك. كاينين طرق اخرين ولكن بغيتش نطول الفيديو اكثر من هكا، كل مره غادي نهضروا عليه شويه. تقولوا لي الراي ديالكم في التعليقات كي جاكم الفيديو، راه كنقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين. ما نساوش دوزو عندي انستغرام، راه كنلوح ستوريات تماك بزاف. كان معكم بلاك ونتشوفوا فيديو جديد وبيس.